15 الكا. رجعوا له. يو شو كاك معكم نشوف فيديو جديد، رجعت لكم اليوم عاوتاني فيديو جديد كيو ان اي جديده، وبطبيعه الحال ديال 15 الكا. وكنقول لكم 20 شكرا بزاف 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 على 15 الكا. حتى ضربنا فوق التواجد وخرجت مع تفاعل طايح ورمضان وداك الشيء وامتحان وداك الشيء. المهم درنا محاوله وجبناها ان شاء الله. كنت لحقت لكم على 20 واحد الفيديو، قلت لكم دوزوا الانستغرام وكومونتيو لي فواحد التصويره تلقاوها هي الاولى. كنت لحقت هذيك الساعه في الانستغرام وكي لحقت الفيديو سبحان الله فجرت ام التصويره 400 كومونتير وسؤال كيتسالوا 400 واحد اللي كيتسال في قل من جوج سوايع. طفاك باش ما نتسماش انا كندير الفرزيات ونطيحوا عاوتاني في مشكل اخر، وانت يونس ما كدير هذا كتفضلوا على هذا وهذا وكيف ما ديما. اختاريت 5 ديال الاسئله ديال البنات و5 ديال الاسئله ديال الدراري، يعني غادي يكون دري وبنت دري وبنت دري وبنت. صبر يعني بسؤال بسؤال وكل واحد نعطيو حقه، يكون 10 ديال الكومنتيرات في هذا الفيديو ان شاء الله. قبل ما نبداو الكيو ان اي ال 20 اللي ما عرفش الانستغرام ديالي يلقاه في ديسكريبشن ولا يطلع له هنايا. دخل عندي تابونا تما راه كندير ستوريات وكنلوح تصاور شي حاجه اللي ما تشوفهاش في يوتيوب تقدر تشوف في انستغرام. سو دخلوا تابونا وتيتيز. راك توب خويا، كمل السؤال ديالي هو واش ما ناويش دير لي فلوغ ودير لي كولابوراسيون مع اليوتيوبر اخرين، حيت ديما كتلعب غاب وحدك اولا هما اللي ما بغاوش. وشي ديديكاس؟ ديديكاس لخويا عبدو، وناوي ندير شي حاجه اخرى في الشين ضروري. دابا ما كنفكرش، ومي في المستقبل ضروري نجيبو شي حاجه جديده ضروري، حيت ديما نفس الحاجات ضروري كيملوها الناس. وبالنسبه لي كولابوراسيون قلتي لا خويا علاش ما كنديرش مع اليوتيوبر اخرين، ديما كنلعب بوحدي. انا انسان كيعجبني نلعب بوحدي، يعني بعيد على الضحك، يعني كنهضر معكم نيشان دابا كيعجبني نلعب بوحدي، ما عنديش مع اونلاين بزاف. ماشي حيت هو فلوس، كاين بزاف ديال الالعاب اللي كيكونوا اونلاين وبلا فلوس، يعني فابوروني انا لا كان من نلعب بوحدي هكا كان داير. حيت ديما ديك العمل الجماعي كيكون فيه صداع وانا ما كنرتاحش في العمل الجماعي، ولا شي واحد يدير معايا كولابوراسيون ومن بعد يبدا يقول لي انا طلعتك. لا ما لا لا شتي هنا نطيحوا دراري الدبانه الحرام. انت من احسن اليوتيوبر اللي كيديروا الجيمنج بالنسبه ليا، وتستاهل اكثر من 15 الكا. علاش ما كديرش بزاف ديال لي كاتيجوري بحال بودكاست فلوغ تشالنج؟ راك عزيز. شكرا بزاف على المشاركه ديالك، وان شاء الله غادي يكونوا بزاف ديال لي كاتيجوري من القدام، حيت ديجا كنت دير بزاف ديال لي كاتيجوري. راه ما دايرش غير الجيمنج والرياكسيون، مؤخرا بقيت كندير غير الجيمنج والرياكسيون. انا يعني صافي بقيت باغي نمشي في هذا الشيء، ما عنديش افكار جداد، عاد كنحاول نتموتيفا باش نجيب شي حاجه جديده. مي شحال هذيك كنت كندير تحدي عدم الضحك، كنت كندير لي شالنج، كنت كندير درت فيديو واحد ديال شالنج طويل بزاف، كنت كندير شحال ديال البودكاست، راه درت بزاف ديال البودكاست تلقاهم باقيين دابا في الشان. لي فلوغ اللي مازال لانني ما كنسافرش بزاف، انا ماشي من داك النوع اللي كل نهار نسافر. المهم ان شاء الله من القدام غيكونوا بزاف ديال الحوايج، والا مشينا للخارج نديروا شي فلوغ. شي تحيه تزاوى. المهم السؤال ديالي هو واش كاين شي سبونسور ولا كاين شي حبه؟ وبون كوراج كمل. تحيه لكاع توازا اللي كيتفرجوا فيا، وكنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، وتحيه لولاد البلاد لولاد المدينه، درب درب حي بحي راكم في القلب، وكاع المغاربه بطبيعه الحال. وبالنسبه للسؤال ديالك قلتي واش كاين سبونسور ولا شي حبه، ما كاين لا سبونسور لا حتى شي لعبه، داكشي هضره. سبونسور ما كيجي عندك، شوف كنت تشهرتي يعني عندك واحد نص مليون او لا 100 كا ولا، المهم تكون انت مشهور يعني سبونسور غيستافد منك. ما عمر سبونسور غادي يعاونك، سبونسور ماشي غير كيعاونك هكذاك، سبونسور كيعاونك ولكن كيكون غادي يستافد منك عاوتاني، حتى هو ما يمكنش يعاونك وما يستافدش منك. وانا اصلا ما كنستنى شي سبونسور اللي غيجي يعاونني، لانني انا معاون راسي، ولا جا شي سبونسور مرحبا. واش ما كتفكرش دير شي حاجه من غير الجيمنج ولا رياكسيون؟ هاد السؤال هذا تعاود بزاف اللي كتقولوا لي واش ما كتفكرش دير شي حاجه من غير الجيمنج ورياكسيون، هذا دليل انكم العشرة بغيتي تشوفوا شي حاجه جديده. وداك الشيء علاش ان شاء الله غيكونوا فيديوهات مختلفين بزاف، مع يعني ماشي في السيت اب، غنحاول ندير كور ميتراج، نحاول ندير بزاف ديال الحوايج مختلفين. خاص ما خاص والو، خاصني غير انا ندير داك الشيء. الله ينجحك. والسؤال ديالي هو شنو باغي تخدم باش تكبر، وشنو الهدف ديالك من يوتيوب؟ شكرا خويا الله يحفظك. وشنو باغي مني نكبر؟ شنو باغي نخدم يعني من نكبر؟ باغي نخدم في شي حاجه عندها علاقه بالسينما، لان كنموت على هذا الدومين ديال السينما ديال التصوير، عندي مع التصوير شويه ماشي شويه، المهم تواضع. كنتمنى نخدم شي حاجه فيه، ولا ممثل ولا المهم شي حاجه في السينما كما بغات تكون، الله يجعلني ما نكون تاخا كنمونطي الفيلم. المهم شي لعيبه نلقى بلاصتي تما وصافي. والهدف ديالي من يوتيوب ما كاين حتى شي هدف، انا كندير فيديوهات وصافي. كاين هدف عادي روتيني هو انك تشار وكذا وتوصل واحد العدد كبير من لي زابوني، واني ماشي شي هدف اللي غنديرو البي ام دبليو داك الشيء الخارق لا. واش انت اون كوبل؟ ام بروك عليك 15 الكا عقبال 1 مليون سبسكرايبرز. شكرا اختي ايا. واش انا اون كوبل؟ نو انا ماشي اون كوبل، اون كوبل مع بي سي وكاميرا
العالم ديال اليوتيوب اون كوبل مع يوتيوب مي غيدوز رمضان ودوزي عندي البريفي باش نكون اون كوبل انا وياك. راك نضحك معاك. الجيم اللي لعبتي فيها وجاتك احسن جيم لعبتي فيها، امتى بديتي الجيمينغ؟ احسن جيم كتعجبك وراك توب اند نيفر جيف اب. شكرا خويا الله يحفظك. واحسن جيم كان كنحس براسي احسن احسن جيم لعبتها في حياتي هي ماشي غا جزء واحد وان فيها بزاف ديال الاجزاء، هي هيتمان. كنموت على هذه اللعبه هذه لان فري لعبه كتخليك كتخدم عقلك. بالنسبه لي انا كنعتبرها احسن جيم لانني كنستمتع فيها ونخدم فيها عقلي، واحسن جيم بالنسبه لي. امتى بديت الجيمينغ؟ الجيمينغ دخل للشين غتبقى تبع البودكاست، بودكاست غتلقاني درت واحد الفيديو باللي قلت لكم راه غنبدل من بودكاست الجيمينغ مورا بديت الجيمينغ. انت يا فين باغي توصل من هاد يوتيوب؟ اختي ما باغي نوصلو فين؟ بغيتي انا نحبسو دابا نحبسو؟ لا لا العشرين قالت لك نحبسو، لا لا صافي نحبسو. حتى ما باغي نوصلو حتى شي بلاصه، راه هوايه كنديروها وصافيش. ها طالقينا تستلها وصافي. اشنو هو الاحساس ديالك ملي شديتي الورقه تاع الامتحان الموحد؟ اول حاجه اخويا انا ما كنقراش في التاسعه، انا كنقرا في السيزيام. وفين شديت الورقه احساس غريب بحال هكا دابا نديرو سمتي ليا كيفاش شديت الورقه ديال الامتحان. استاذ اشرف مهم درنا اللي علينا والكمال على الله. سؤالي هو واش كانت انسبيرا من سكوزا؟ بيس اند لاف. كنت انسبيرا من سكوزا فاش بديت الجيمينغ، لان بصراحة سكوزا هو اللي اعطاني واحد الحافز انني ندخل للجيمينغ ومديت انا ندوح فيديوهات ديال الجيم بلاي ونبدل من البودكاست للجيمينغ، لانني هو كنت في واحد الفترة كنت كنتفرج له. كان ديك الساعة مازال مشهور، كان يلا عنده شي 15000 سبسكرايب ولا 10000 سبسكرايب، كنت متبعهم ديك الساعة. وهكذا جاتني فكرة صافي بي سي، بديت انا صافي حيت انا اصلا كنت جيمر من شحال هادي، غير ما كنتش كنلوح فيديوهات، كنت كنلعب ديما، عز عليا اللعب، عز عليا اللعب في الكونسول، كان جيمر في الكونسول. مي درجه بدرجه وانت كتلوح صافي حتى كتاخذ السيل ديالك، والناس راه عارفين هذا الشيء، راه الناس اللي كيتفرجوا فيا عارفين باللي عندي السيل ديالي خاص. ما انسبيرينس شي واحد كندير شي حاجه ديالي اللي بوحدي سي ديالي وغادي فيها مزيان. مي كيبان لي انت يا واقيله قديمه ياك، باقا كتفرجي في فيديوهات ديالي القدام، داكشي علاش تفرجتي سحبت كنلقى مسكول ذا طفاك. المهم غدا حكوا عندك حريه الراي. وكان العشرين هادو هما الاسئله اللي كانوا في انستغرام واللي عمرهم داز. اللي ما دازش ما يتقلقش ان شاء الله، باقي كيو ان ايات كيو ان ايات باقي بزاف ان شاء الله. غير ما تدخل عند انستغرام باش ما نديرش كيو ان اي دخل عندي اسم. المهم الا عجبتكم كيو ان اي العشرين ما تنساوش لايك سبسكرايب، قولوا لي في كومونتير شنو شي عطوني نقد بناء، عطوني الاحساس ديالكم. راه كنشوف كاع الكومونتيرات وكندير لهم قليب، وحتى انا نقول لكم كيف ما دير مع عشرين بيس الوف وتهلاو نتلاقاو في فيديو جاي.